أثارت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها. وفي التفاصيل، نشرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عبر حسابها الرسمي على سناب شات مجموعة من مقاطع الفيديو ظهرت خلالها داخل السيارة في تركيا أثناء انتقالها من الفندق إلى موقع تصوير مسلسلها الجديد، وكان الطقس عاصفاً. وبسبب كثافة الثلوج المتساقطة، علقت الفنانة الكويتية مع أخوها ثامر وطاقم العمل لمدة طويلة تخطت الساعات، حيث ظهرت في الفيديو خائفة وتناشد المعنيين لمساعدتها لأنها غير معتادة على هذا البرد القارس. وبقيت الفنانة الكويتية عالقة في الثلوج حتى أتى عناصر الإنقاذ وساعدوها لكي تخرج وتذهب إلى الفندق. من جهة ثانية، جدل كبير أثارته الفنانة الكويتية هيا الشعيبي من خلال تصرفها الأخير مع الفنانة الإماراتية أحلام. في التفاصيل، نشرت الفنانة الكويتية عبر حسابها الرسمي على سناب شات صورة لأحلام مع زوجها لاعب الرالي القطري مبارك الهاجري، وعلقت عليها بالتالي: ربي يحفظكم ولا يفرقكم ويبعد عنكم الحساد، مفاهد الغالية وأبو فاهد الذهب الأصيل. هذا الأمر أثار تفاعلاً كبيراً لدى الجمهور، الذي اعتبر أن هذه الخطوة التي قامت بها الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تجاه أحلام لكي تتوسط لها الأخيرة لدى الشعب السعودي كي تعود إلى السعودية. من جهتها، تجاهلت أحلام خطوة الشعيبي هذه، حيث أنها لم ترد عليها ولم توجه لها أي رسالة بالمقابل. في السياق، أعادت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي أزمتها مع الشعب السعودي إلى الواجهة من جديد. وفي التفاصيل، فإن هيا الشعيبي تحاول إصلاح علاقتها مع الشعب السعودي بعد الأزمة التي سببتها لنفسها معهم، وحرصت على توجيه رسالة جديدة لهم ولرئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، معبرة عن إعجابها بما يحدث في الرياض والحفلات التي أقامها فنانون كويتيون في السعودية. وعبرت هيا في فيديو نشرته على حسابها على سناب شات عن رغبتها بالعودة للظهور والوقوف مرة أخرى أمام الجمهور السعودي بعد الأزمة التي حدثت لها من قبل معهم. ووجهت هيا الشعيبي رسالة للفنانين الكويتيين، خصوصا الفنانة نوال الكويتية، بعد حفلها الأخير في بوليفار الرياض قائلة: فنانيننا بدعتوا في 25 فبراير والمسرح كان مرة جبار. ومدحت هيا الشعيبي في الجمهور السعودي وتركي آل الشيخ قائلة: الجمهور السعودي جمهور قوي، جمهور حلو، أنا وايد مستانسة باللي صار. نخبة الفنانين اللي راحوا، ممثلين مطربين، صدق عليكم بالعافية. وهيئة الترفيه ما قصرت، معالي المستشار ما قصر، ألف شكر. هذا الأمر دفع بالمتابعين للتفاعل بشكل كبير مع هيا، حيث اعتبروا أن هيا غيرانة من إلهام الفضالة التي تم استقبالها بحفاوة في معرض العطور في السعودية، في حين أنها هي ممنوعة من الدخول إلى المملكة.